بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. السنكسار الجمعه 30 اغسطس 2024، اليوم 24 من الشهر المبارك. مسر احسن الله استقبال وعاده علينا وعليكم ونحن في دون واطمئنان مغفور الخطايا والاسام من قبل من رحم الرب يا ابا يا اخوتي امين. يا احد القديس تكلى هيمنوت الحبشي في مثل هذا اليوم تنيح القديس المغبوض والناسك العظيم تكلى هيمنوت الحبشي، وقد ولد في قرية قرب أورشليم، كانت نصيبا لصادوق وأبي صور الكاهنين في عهد الملك سليمان ابن داود. وصادوق هذا ولد عزريا، وعزريا ولد صادوق على اسم والده، وصادوق هذا ولد لاوي، وكزيلا ولد والد هذا القديس وكان اسمه سيجاز أي نعمة الآب. ثم تزوج بامرأة اسمها سارة، وكان كلاهما برين خائفين الله وغنيين جدا، وكان يعملان تسقالا رئيس الملائكة الجليل ميخائيل باليوم الثاني عشر من كل شهر، ويقدمان صدقة الفقراء والمساكين. وأما سارة والدة هذا القديس فكانت حسنة المظهر جميلة الطبع متحلية ببضائع كثيرة، لذلك دعوها أجازة بهارية أي مختارة الله، غير أنها كانت مرة النفس متوجعة القلب هي وزوجها، لأنهما لم يرزقها ولدا يقر عينيهما. كان زوجها أيضا يذهب إلى الكنيسة وقت رفع البخور ويعلم الشعب أصول الإيمان، وبكل مرة كان يأخذ معه من مال الخاص تخدمها لبيت الله. ثم اتفق الاثنان على توزيع اموالهم على الفقراء والمعوزين والأديرة والكنائس. وفي ذلك الحين مات الملك وجالس ملك اخر عابد الاوثان، فهدم الكنائس وبنى هياكل الاوثان وظلمها وسلبها وسبي النساء وضمنهما اكزاربة ام هذا القديس، ولكنها عادت الى زوجها بسلام فمجد الله وسبح اسمه القدوس. وبعد ذلك ظهر لهم ملاك الرب في رؤية الليل وبشرهما بميلاد هذا القديس. فلما ولد وبلغ من العمر سنة ونصفا حدث جوع في أثيوبيا، وكان اليوم الثاني عشر من شهر برمات إسكار الجليل رئيس الضغمات السمائية قد اقترب، فصارت أم الطفل تبكي حزينة على خلو يدها وعدم إمكانها القيام بعمل التذكار، فمسح الطفل دموعها بيدي السورتين وعدم إمكانه النطق، أشار إليها بيده أن تدخل إلى حيث كان هناك طباق فيه قليل من الدقيق، فأدخلت ووضع يده في ذلك الدقيق القليل فصار كثيرا حتى بدأ يتدقق إلى الأرض يتطبق إلى الأرض، فأحضرت كبا له، وكان كلما فرغت الطبق عاد إلى الامتلاء، وهكذا إلى امتلت 12 كبة. فعلمت أمه أن الرب معه، فقدمت إليه قدور السمن والزيت الفارغة فوضع يده عليه، فامتلت أيضا بقوة الله. ولما حضر أبوه من الكنيسة وعلم بالأمر مجد الله كثيرا، ثم عمل التذكار وأطعم الفقراء وكل جيرانه، وقد شرفه الله بعمل آيات كثيرة في حياته وبعد مماته. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام، صلاة تكون معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا تنيح الأب المجاهد القديس توما أسقف مرعاش سوريا، كان عابدا ناسكا مداوما على الصلاة والصوم كثيرة الرحمة، لذلك رسموا أسقفا على مدينة مرعش ورعي شعب المسيح وأحسن رعاية. ولما ملك دقلديانوس الوثني وأحضر أحد نوابه إلى مدينة مرعش لتعذيب المسيحيين، بدأ بهذا القديس واستحضره وعرض عليه عبادة الأوثان، فلم يطعه بل وبخه على عبادته، فعذبه عذابات أليمة بالضرب وتقطيع الأعضاء، وبعد ذلك طرحه في سجن مهجور. وكان من حين لآخر يأمر بقطع أحد أعضائه، فقطعوا أولا أذني وأنفي وشفتي ورجلي كما قلعوا أسنانه، ثم تركوا بسجنه مثنى مدة 22 سنة. وظن شعبه أنه قد مات، وصاروا يعملون له تذكارا في كل سنة. وكانت امرأة مؤمنة تأتي ليلا وترمي له منطقة صغيرة ما يقتات به، وظل كذا إلى ملك قسطنطين البار
وأظهر مجد الدين المسيحي وأمر بإطلاق المؤمنين من السجون. فأعلمت المرأة بعد الكهنة بمكان هذا القديس وحضروا إليه وحملوه إلى الكنيسة بالترتيل والتسبيح، وتقدم الشعب وتبارك منه وقبلوا محل الأعضاء المقطوعة. ولما جمع الملك قسطنطين مجمع نقيا كان هذا الأب أحد المجتمعين فيه، فدخل الملك وسجد أمام الآباء وقبل أيديهم. ولما عرف بأمر هذا الأب تبارك منه، ولما انتهى المجمع من أعماله ورجع الأساقفة إلى كرسي مع هذا الأب إلى كرسي، وجمع كهنته وشعب وقرأ عليهم قانون الإيمان الذي وضعه المجمع، وشرح لهم ما صعب عليهم في صلاته تكون معنا. آمين. رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الإصحاح الثامن. بركات علينا. آمين. وأما من جهة ما ذبح للأوثان فنعلم أن لجميعنا علمنا العلم ينفق ولكن المحبة تبني. فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فأنه لم يعرف شيئا بعدما كان يجب أن يعرف، ولكن إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده. فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن في العالم وأن ليس إله آخر إلا واحد، لأنه إن وجد ما يسمى إلها سواء كان في السماء أو على الأرض، كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون، لكن لنا إله واحد الأب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. ولكن ليس العلم في الجميع بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح الوثن، فضميرهم إذا هو ضعيف يتنجس. ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص، ولكن انظروا لألا يصيروا سلطانكم هذا مصر الضعفاء، لأنه إن رآك أحد يا من له علم متكئا في هيكل وسن أفلا يتقوى ضميره إذا هو ضعيف حتى يأكل ما ذبح للأوثان؟ فبيا لكن بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله. وكذا إذا تخطئون الإخوة تجرحون ضميرهم تخطئون المسيح. لذلك إن كان طعام يعصر أخي فلن أكل لحما إلى الأبد لألا أعصر أخي. كريا ليسون والمجدلة دائما أمين. أما بالنسبة للأب المبجل زكريا بطرس، نريد أن نقول لهم إن كنت تريد أن تبشر كما بشر المسيح بالسلام والمحبة لا داعي للإساءة والإدانة للأديان الأخرى، وقد شيع عنك أنك قد مت وتوفيت وقتلت، وكل ذلك يثير الغضب ويثير الفتنة ويثير الشعلة. أرجوك 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 لا تفعل ذلك.